العاشر من فبراير من عام 1804، كتب السيد سلطان بن أحمد إلى حاكم بومبي رسالة ذكر فيها رفضه لطلب الفرنسيين بإقامة وكالة لهم في مسقط لارتباطه بحكومة بومبي. العاشر من فبراير من عام 1932، تنازل السلطان تيمور بن فيصل الذي تولى حكم السلطنة من سنة 1913، تنازل عن الحكم لولده السلطان سعيد بن تيمور. تلقى السلطان سعيد تعليمه في العراق والهند، وعاد إلى مسقط عام 1929، وبدأ يمارس دور رئيس الوزراء بعد وفاة السيد نادر بن فيصل رئيس الوزراء آنذاك في أغسطس عام 29. استمر حكم السلطان سعيد بن تيمور مدة 38 عاماً، حتى تولي جلالة السلطان قابوس مقاليد الحكم في البلاد. العاشر من فبراير من عام 1899، وصل إلى مسقط الكولونيل ميد المقيم البريطاني في الخليج قادماً من بوشهر بتكليف من اللورد كارازون لمعالجة قضية امتياز مستودع الفحم في بندر الجصة الذي منحه السلطان فيصل لفرنسا. العاشر من فبراير من عام 1972، انضمت السلطنة إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. العاشر من فبراير من عام 2002، افتتحت قلعة الخضر بقرية الخضر في نيابة سمد الشان بولاية المضيبي بعد ترميمها. العاشر من فبراير من عام 2007، احتفل بافتتاح محطة شمس للمعالجة المركزية بمنطقة امتياز 44 بمحافظة الظاهرة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 145 مليون دولار. جاء المشروع كخطوة مهمة ضمن جهود الحكومة لتشجيع شركات النفط والغاز على اكتشاف مصادر الهيدروكربون بالسلطنة. العاشر من فبراير من عام 2008، افتتحت كلية عمان للسياحة رسمياً، والتي أنشئت بهدف إعداد وتدريب الشباب العماني للعمل في المنشآت السياحية بمختلف تخصصاتها وتنوع أعمالها. تقع الكلية قرب مطار مسقط الدولي على أرض تبلغ مساحتها 40,000 متر مربع، وبمبنى مساحته 9,000 متر مربع. العاشر من فبراير من عام 2009، قام الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي بزيارة للسلطنة استغرقت يومين. استقبله خلالها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وعقد معه جلسة مباحثات رسمية بقصر العلم تناولت التعاون الثنائي ومستجدات الأحداث على الساحة الدولية.